قالت مصادر صحفية أن الرئيس عبد الرب منصور هادي حدد 4 أيام كمهلة للجنة السابقة المكلفة بالتفاوض مع جماعة الحوثي للتوصل إلى صيغة اتفاق معها، كما شكل لجنة اقتصادية للنظر في إمكانية إلغاء قرار خفض دعم أسعار مشتقات النفط والبحث عن البدائل الممكنة في صورة اتخاذ هذا القرار. ووفقا لمصادر حضرت اللقاء التشاوري الذي عقد اليوم، فإن الرئيس هادي شكل اللجنة الاقتصادية بعضوية محافظ البنك المركزي ووزيري التخطيط والمالية إلى جانب خبراء اقتصاديين آخرين لدراسة البدائل الممكنة لتصحيح أسعار مشتقات النفط، وطلب من اللجنة إبلاغ جماعة الحوثي ومعرفة ردها على رسالته وعلى بيان مجلس الأمن.